فتحت له الحياة أبوابها وخيرته بين طريقين، نعيم الدنيا وبهارجها أو طريق القرآن. لم يفكر كثيرا وحسم قراره، لن أختار على القرآن ولذته وحلاوته شيئا. فوفق للأذان والتلاوة في مشهد الإمام الرضا عليه السلام ومشاهد المعصومين، لن يجد فوق هذا الشرف أي شرف. المتسابق من إيران محمد حسين حاج حسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا شاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ
هذه من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، المتسابق محمد حسين حاج حسيني من مدينة مشهد المقدسة من مدينة الإمام الرضا عليه السلام، شكراً جزيلاً لكم على هذه التلاوة الطيبة فضيلة الشيخ باسم العابدي. شكراً لك لكم الكلام أستاذ محمد، شكراً لك، شكراً لك، الله يبارك فيك. السلام على شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى من أرض الرضا المرتضى، جئت إلى أرض الفضل والشهادة والكرم والعطاء، مرحبا بك. كانت تلاوتك جيدة من جهة النفس، نفسك طويل وتمكنت من تلاوة آيات طويلة وجئت بالمعاني الجيدة على ضوء هذه التلاوات وهذا النفس الطويل. أسأل الله لك التوفيق والإبداع أكثر وأكثر، جزاك الله خيرا، وفقك الله. أستاذ عماد تفضلوا لكم الحديث. حياكم الله أستاذ محمد، ما شاء الله كما قال سيدنا النفس طويل ما شاء الله، والخامي لا بأس فيها يعني جيد إن شاء الله، والانتقال بالمقام بين المقامات كان جيد ما شاء الله، أسأل لك التوفيق إن شاء الله. الشيخ محمد عصفور حياك الله حبيبي، تحية للأخ الكريم محمد حسين، حياك الله حبيبي وحيا الله أهل مشهد جميعا وأهلنا في الجمهورية الإسلامية. ما شاء الله القراءة جميلة وأداء موفق، ونسأل الله المزيد والمزيد من التقدم والرفعة، ولكن لا يخلو الأمر من بعض الأمور البسيطة إن شاء الله تنتبهون عليها، خصوصا مخارج الحروف وصفاتها ومقادير الغنن والمدود إن شاء الله، لعلكم تنتبهون لهذه الأمور للمرحلة القادمة إن شاء الله، وإلى مزيد من التفوق. الله يبارك فيكم حبيب، موفقين، موفق. أسأل الله لكم العافية. نعم السيد حسنين الحلو. شكرا تفضل. عزيزي أستاذ محمد، وشكرا لعزيزنا محمد حسين. طبعا لا شك الجمهور القرآني بالعالم، القراء أقصد خصوصا، يعرفون أن مدينة أو محافظة خراسان وتحديداً مشهد فيها خيرة قراء العالم الإسلامي كمّاً وكيفاً. درجة الأخ محمد حسين السابقة في التصفيات اللي قدم من خلالها لجائزة العميد كانت عالية جداً، فبالحقيقة كنت أتوقع أن يؤدي إما بحسب الدرجة اللي حصل عليها وأداها يعني بحسب الأداء اللي أداه، أو على الأداء اللي نعرفه عن أهالي مشهد، يعني أمثال القارئ الكبير حامد شاكر نجاد وغيره الكثير والكثير يعني. فأتمنى للموفقية، لكن في القادم نعم جواد فناهي وجواد فناهي نعم جواد فناهي وسيد جواد حسيني وأمثالهم
أغلب القراء الكبار في إيران من مشهد أغلبهم، وأيام الصغر بعد معروف جواد فروغي وأمثالهم يعني. فكنت أتمنى يؤدي يعني بما يمثل يعني أي والله، لكن أداءه لا يعني مو بالمستوى اللي عرفناه من خلال المقطع اللي أرسله إلى جائزة العميد، ولكن نأمل نأمل إن شاء الله إذا توفق إلى الانتقال للمرحلة القادمة أن يؤدي أداء أفضل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الشيخ عمر لكم الكلام. محمد حسين ما شاء الله أحسنت، وإيران بلد القرآن وبلد الحفاظ وبلد المسابقات المتنوعة في القرآن الكريم، أتيت من مكان يقرأ فيه القرآن ومكان يشهد له الناس بحفظ القرآن الكريم وبإتقان تلاوته والتفنن في أدائه وفي الإتيان بدقائقه، فما شاء الله تلاوتك كانت رائعة في عمومها. والشيخ محمد الشيخ محمد عصفور قد أعطى لك أغلب الملاحظات التي ربما العجمة أثرت عليك في تفخيم كثير من الحروف، خاصة الواوات إذا جاورت حروفا مفخمة فننتبه إلى ذلك، وكذلك أزمنة الغنن، وكذلك تمطيط بعض المدود الطبيعية، خاصة إذا نويت أن تقف فلكي تتم النغمة والجملة الموسيقية فتمطط في المد فوق المقدار الطبيعي، وإن شاء الله إذا تأهلت إلى الدور القادم إن شاء الله تتجنب هذه الملاحظات بإذن الله تعالى. إلى مسك الختام السيد كريم موسوي، تفضل. حبيبي، صوت جميل، نفس طويل، انتقالات صحيحة، ولكن ما أعرف هاي الرخاوة يعني بصوتك منين تجيك أنت من مشهد، وهاي الرخاوة ما هي موجودة بالتلاوات مشهد، وسرعة تلاوتك كانت بطيئة جدا. الحمد لله على نعمة أفاض الله بها علينا، على نعمة القرآن الكريم. المتسابق محمد حسين حاج حسيني من إيران، شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم. أحسنتم، تفضلوا. أحسنتم حبيبي، طيب الله أنفاسكم.